بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. دامت علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة بنحتفل بعيد عرس قانا الجليل، أحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى. زي ما أنتم عارفين إحنا عندنا 14 عيد لربنا يسوع المسيح في سبعة كبار وسبعة صغيرين. عرس قانا الجليل أحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى اللي فيه زي ما سمعنا النهاردة في الإنجيل ربنا يسوع المسيح دعي إلى العرس وكانت موجودة العذراء القديسة مريم أمه مع بعض التلاميذ، ولما فرغ منهم الخمر العذراء قالت له ليس لهم خمر، قال لها مالي ومالك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. ولكن لأجل شفاعة العذراء مريم وخاطرها غير المسيح التدبير الإلهي في بداية المعجزات، يعني هو كان في ذهنه يعمل أول معجزة في وقت معين إحنا ما نعرفوش، غير التدبير الإلهي وصنع المعجزة من أجل شفاعة العذراء مريم وخاطرها. وهي ما أخذتش no for answer، ليس مالي ومالك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. لو هي مش عارفة الدالة اللي موجودة عنده كانت تقول خلاص، إنما راحت ولا أكنها سمعت حاجة، مهما قال لكم فافعلوه. فهي she put him on the spot، فهي يقول ماما تقول حاجة وأنا ما أعملهاش، ما ينفعش. على طول بقى راح محول الماء إلى خمر. بحضور المسيح في عرس قانا الجليل بيبارك العرس وبيأسس سر الزيجة المسيحية. أول عرس أو أول فرح اتعمل عمله الله ذاته لما خلق آدم وحواء، ولما جاب طبعا آدم الأول من التراب وبعدين خلق حواء من آدم. يقول الكتاب في سفر التكوين باركهما الله وقال لهما اثمرا واكثرا واملا الارض. اهو ده سر الزيجه. وبارك الزواج في عرس قانا الجليل وجعل منه سرا مقدسا لاهميته ولضرورته. عشان كده بنعمه المسيح بصفه تركيز على الموضوع عايزين نتكلم النهاردة عن البيت المسيحي وسر الزيجة، وهركز على بعض أقوال القديس أغسطينوس في الموضوع ده. القديس أغسطينوس يتكلم في موضوع البيت المسيحي وسر الزيجة في سبع نقط مهمين جدا. اتكلم عن البيت المسيحي في النقطة الأولى، اتكلم على الزواج المثالي في النقطة الثالثة، النقطة الثانية، النقطة الثالثة اتكلم عن الحب هو رباط الزوجية، في النقطة الرابعة اتكلم على محبة كل طرف للآخر رغم أخطائه أو أخطائها، النقطة الخامسة اتكلم على الصراحة بين الطرفين في الزواج، والنقطة السادسة اتكلم على الملكية المتبادلة في الزواج، وبعدين في النقطة السابعة اتكلم عن الخضوع للزوج واحترامه. كلام القديس أغسطينوس. في النقطة الأولى أتكلم عن البيت المسيحي. يقول إيه؟ يقول البيت المسيحي هو المكان الذي ينشأ فيه الطفل الذي ينال الروح القدس بالمعمودية وإصار فيه إمكانية الحياة كابن لله. صار في هذا البيت مسؤولية خطيرة، ففيه ينمو الطفل روحيا وجسديا. وهنا بيركز على الأسرار اللي بينالها الطفل بموضوع المعمودية وموضوع الميرون والتثبيت، وأن الطفل اللي هو كان ابن الأسرة قبل المعمودية صار ابن لله وابن للأسرة بعد المعمودية. فبيقول إزاي إن إحنا بعد الولادة الروحية والولد يبقى طالع خلصان من الخطيئة الجدية ونقي وبيلبس الثوب الأبيض وبيتربط بالرباط الأحمر
عهد الارتباط مع المسيح نسلمه الأسرة علشان تحافظ عليه بهذه النقاوة. صار ابن الله، فمسؤولية خطيرة ليس من الناحية الجسدية فقط، كثير من الأسر بيهتموا بأطفالهم من الناحية الجسدية، أكل وشرب ولبس وتعليم، ودي حاجة ضرورية وأساسية، ولكن أين مسؤولية الأسرة روحياً؟ بقى معقولة بعد ما الكنيسة تسلمه لهم ثاني بهذه النقاوة يرجع الثوب الأبيض ده يبقى ثوب أسود أو يبقى سود مليان بالخطية والنجاسة؟ فيقول فالبيت المسيحي يستطيع بنعمة الله أن ينمي الروح القدس في الطفل، كما أنه في استطاعته أن يدفن عمله فيه. عجبني كلمة يدفن عمله فيه، يخبئ عمله فيه، يرعرع عمل الروح القدس في حياة الطفل. لما يعتمد الإنسان ما بيفقدش الروح القدس خالص بعد المعمودية والتثبيت مهما حصل، حتى لو غير دينه، حتى لو ألحد، ولكن ممكن يطفئ الروح وممكن يحزن الروح. عشان كده بولس الرسول قال لا تحزن الروح ولا تطفئ الروح. فدور البيت المسيحي إن هو ينمي ويدفن عمل الروح القدس اللي أخذ الطفل اللي تعمد في المعمودية والميرون. والبيت المسيحي يستطيع بنعمة الله أن ينمي الروح القدس في الطفل، كما أنه في استطاعته أن يدفن عمله فيه. لهذا السبب أعطى رب المجد اهتماما خاصا لسر الزيجة، النبتة الأولى للأسرة، فجعله سرا مقدسا يتممه الروح القدس على يد الكاهن في الكنيسة. الزواج في سر الزيجة في المسيحية وبالذات في الكنائس التقليدية يختلف خالص 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 عن الزواج المدني. الزواج المدني هو عبارة عن إعلان إن الطرفين دول قانونيا ورسميا متجوزين، لما ما فيهوش سر وما فيهوش بركة. فرق كبير جدا، فرق السماء والأرض. فرق ان اللي يعمل سر الزيجة ده، اللي يعمل الزواج دوت قاضي مثلا او كابتن على سفينة او في لاس فيغاس بيروح يتجوزه في ثواني او في دقائق، وفرق بين الجواز الكنسي اللي بيحل فيه الروح القدس ويربط بين الطرفين ويقول ربنا يسوع المسيح ما جمعه الله لا يفرقه الانسان. مش جمعه الكاهن، مش جمعته بس الكنيسة، ده الله هو الذي إذ يكون يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون كلاهما جسدا واحدا إذ ليس بعد جسدين، وما جمعه الله لا يفرق الإنسان. ده كلام القديس أوغسطينوس على موضوع البيت المسيحي وعن موضوع سر الزيجة. في النقطة الثانية بيتكلم عن الزواج المثالي، يقول فسر الزواج الذي يتم الآن بين عريس وعروسه إنما هو صورة للزواج الحقيقي بين المسيح والكنيسة. لذلك يجب على العريس والعروسة أن يتطلعا إلى المسيح والكنيسة كما قال الرسول بولس. تعبير اللي قاله معلمنا بولس الرسول في أفسس 5:24 في منتهى العمق، يقول أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، لكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وسلم نفسه لأجلها. في ناس عندنا بيقتطعوا من الآيات بعض الكلمات، هو الرجل يقول لها شوف الكتاب بيقول تخضعي في كل شيء، وهي تقول له مش عارف ايه. طب ما ناخد الآية كلها على بعضها. هنا القديس أوغسطينوس بالعمق بتاع الآية دي بيقول ايه، الزواج اللي بيتم بين عريس وعروسة هو صورة للزواج الحقيقي
بين المسيح والكنيسة، كما كان هكذا يكون. يعني الموضوع على بعضه بيقول العلاقة بين المسيح والكنيسة هي علاقة رأس وجسد، وإن المسيح صار رأس الكنيسة حينما بذل نفسه من أجلها. وراح شبه التعبير دوت بالعلاقة المفروض تبقى موجود بين الرجل والمرأة. فيبقى الأساس بتاعي أن أنا أخذ الصورة الحقيقية للزواج هي الارتباط بين المسيح والكنيسة. فكما تخضع الكنيسة للمسيح تخضع الزوجة للزوج. ولكن بيقول برضو أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة أيضا وسلم نفسه لأجلها. يعني الزوج عايز يقول لها تخضعي له وهو قاعد عبد السيد، يعني بيسموه ايه ده؟ ايه ده؟ فكر اسلامي وفكر عالمي بيخش في المسيحيه عندنا. لو انا كزوج حبيت زوجتي وبذلت نفسي من اجلها، طبيعي هي تقول له انت سيدي وراس تاج راسي كمان. ما قالتش كده يبقى في خلل. ولكن هو ما ينفعش ياخد فكره السياده والغضرسه والتعامل باسلوب غير ادمي، وجوه الكنيسه، جوه المسيحيه، جوه الارثوذكسيه، جوه الاقباط. ما ليه بيحصل صراعات وليه بيحصل خلافات؟ عشان مش عايشين على الكتاب المقدس. يقول ايه؟ لذلك ليت كل زوج يصحب زوجته ويتجه معا نحو الصليب حيث قدم العريس الحقيقي مهر عروسه ليتعلم منه الارتباط الحقيقي المقدس الأبدي الذي ارتبط به المسيح مع كنيسته، الذي أساسه الحب المطلق، ذلك الحب الذي نبع يشرب منه الرجل والمرأة ليعيش في حب معه. لو المسيح أحب الكنيسة وبالزاد ذاته من أجلها، فالقديس أغسطينوس بيقول العريس ياخد عروسته ويروحوا على الصليب ويشوفوا بطريقة عملية كيف دفع العريس السماوي المهر للعروس. المهر مش ذهب وفضة وألماز ويرجعوا يتخانقوا عليهم تاني، ولكن المهر هو دم المسيح. أحب الكنيسة وبذل ذاته من أجلها. فلو حصل كده فعلاً يبقى ملكوت السماوات على الأرض، يبقى ملكوت السماوات على الأرض. في النقطة الثالثة هو بيتكلم على موضوع الحب، حب اللي دفع المسيح إنه هو يبذل ذاته، وأعلن لنا حب الله، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ذاته على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عشان كده في النقطة الثالثة بيتكلم القديس أغسطينوس عن الحب هو رباط الزوجية. يقول إيه؟ قبل أن يكون المسيح عريسا لنا من أجل حبه المطلق، فصار رأسا للكنيسة، ونحن ككنيسة صرنا جسده وأعضاء من لحمه أو من هذا الجسد. هو المسيح ما جاش وكده بأمر إلهي أنا رأسكم وأنتم تخضعوا لي. هو أعلن حبه وبذل ذاته من أجلنا ودفع المهر السماوي دمه السفك على عود الصليب. فإحنا نقول ما نلاقيش رأس أحسن من كده، ده واضحة جدا. قبل أن يكون المسيح عريسا لنا من أجل حبه المطلق، فصار رأسا ونحن ككنيسة جسده وأعضاء من لحمه. وفي سر الزواج كلام القديس أغسطينوس يخلق الروح القدس الحب المقدس بين الزوجين كجسد واحد يكون فيه العريس رأسا والعروس جسده. فالرباط بينهما لا يتوقف مجرد الشهوة كما يظن البعض، بل على الحب الروحي. ولا أعني بهذا، عجبني قوي تفسيره ودخوله بعمق في الموضوع ده، وده صراع عندنا بيسبب جزء كبير جدا من المشاكل العائلية.
لا يتوقف هذا الرباط بينهما على مجرد الشهوة كما يظن البعض، بل على الحب الزوجي الروحي. ولأعني بهذا أن الشهوة بينهما خطية، بل هو دليل الضعف البشري، فهي كاللذة التي تجدها عندما تجوع. فوجود هذه اللذة لما الواحد يبقى جعان وعنده ابتلاء عايز يأكل بسرعة في لذة الطعام، هي ما دي غرائز. إيه الفرق بين غريزة الطعام وغريزة الجنس؟ احتياجات بيحتاجها الإنسان. فوجود اللذة مش خطية، إنما ما يبقاش الحاجة الوحيدة اللي بيربطهم في سر الزيجة موضوع اللذة الجسدية زي ما بعض الناس بتعمل كده، وإحنا تأثرنا بالفكر ده. يقول العروس والعريس يرتبطوا ولا يكون ارتباطهم يتوقف على مجرد الشهوة كما يظن البعض، بل على الحب الروحي الزوجي. ولا أعني بهذا أن الشهوة بينهما خطية، بل هو دليل الضعف البشري، فهي كاللذة التي تجدها عندما تجوع. موجودة هذه اللذة ووجودها لا يعتبر خطية، لكن ينبغي ألا تأكل لأجل إشباع لذة الطعام، بل لكي تعيش. فنحن لا نعيش لنأكل، بل نأكل لنعيش. هكذا نحن أيضا لا نتزوج لمجرد إشباع الشهوة. الحقيقة في قرايات الأسبوع ده على الموضوع ده كنا نسمع كتير قوي ان في ناس كل واحد ينسبها لنفسه، ينسبها لواحد صاحبه، حكايه اللي احنا لا ناكل لنعيش ولكن نعيش لناكل. انما انا فرحت قوي اني عرفت مصدرها الاساسي، اول من قالها هو القديس اغسطينوس. لكن ينبغي الا ناكل لاجل اشباع لذه الطعام، بل لكي نعيش. فنحن لا نعيش لناكل، بل ناكل لنعيش. نحن لا نتزوج من أجل إشباع الشهوة الجسدية، ولكن نتزوج من أجل الرباط الروحي المقدس. وموضوع العلاقة الجسدية دي حاجة مكملة ومهمة، ولكن مش هي كل شيء في الزواج. فالزواج في المسيحية لا يقتصر على مجرد الاتصال الجسدي بين الزوجين، بل يتم هذا الاتصال من أجل الحب الذي يربطهما، من أجل الحب الذي يربطهما. نمر 4، يقول ينبغي أن يحب كل طرف الطرف الآخر رغم أخطائه أو أخطائه. نقطة مهمة جدا، وبرضو بيرجع للموضوع بين اتحاد المسيح بالكنيسة. المسيح هو العريس والكنيسة هي العروس، وياخذ من الموضوع ده عمق عجيب جدا. يقول العريس يحاول ان يختار عروسه متجانسه معه على قدر الامكان في الكرامه والفهم والحكمه، وان حدث ان اكتشف وجود فارق كبير بينهما يحزن ويتالم. كل واحد بيبقى عامل شاطر ويقعد يحط مواصفات وهي تحط مواصفات، وطبعا لازم ندقق جدا جدا جدا. بعد لما يتم الزواج بيحصل ان في طرف بيكتشف اخطاء ما كانش شايفها في الطرف الثاني، وده شيء طبيعي او يعني متكرر. طب نتصرف ازاي؟ احنا جوازنا وان واي ستريت، تطلع تنزل هي كده، لا طلاق الا لعله الزنا. وحتى في عله الزنا ان لم يسامح الطرف اللي حافظ على سر الزيجه، انما لو سامح ممكن الكنيسة ترجعهم عن طريق سر التوبة والاعتراف. هو بقى التشبيه الرائع ما بين المسيح والكنيسة والرجل في سر الزيجة. يقول المسيح اتصرف ازاي مع العروس مع الكنيسة؟ يقول أما يسوع فعروسه من المزدرى بهم وغير الموجود، من الخطاه والعشارين، سوداء بلا جمال، ومع هذا لم يوبخها لعدم جمالها.
بل قدسها وطهرها بدمه وأوقفها أمامه، فانعكس جماله عليها فلمعت وأشرقت. قال لها: أنا أسندك كل أيام غربتك حتى تتشددين وتعبرين إلى الحياة الأخرى. وربط بقى في كلام سليمان الحكيم في سفر نشيد الأنشاد، قال سليمان بيتكلم على المسيح العريس والكنيسة العروس: ولما المسيح وضعها أمامه فأشرق جماله عليها فلمعت وأشرقت، وصفها بتعبير رائع جدا، يقول: ما هذه الطالعة إلى البرية من البرية مستندة على حبيبها مشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجوش بألوية. نشيد 5:8 وتكرر الثاني في نشيد 6:10. هي كانت بعبلها بأخطائها، يقول كده المسيح اختار المزدرى وغير الموجود والخطاة والعشارين، لم يوبخهم على أخطائهم، أشرق عليهم بنوره فتابوا ورجعوا، وبقت وصفها كده: من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها على عرسها، مشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجوش بألوية. ونحن أيضا نقتني بالمسيح، فيجب الطرف يعامل الطرف آخر بحب وباحتمال مهما كانت أخطاءه أو شره، حتى يمكن أن يكون خلاصا لها أو له. في النقطة 5 بيكلم القديس أوغسطينوس على الصراحة التي يجب أن تتوفر بين الزوجين. صراحة، في ناس بتلف وتدور، وفي ناس يقولوا مش اللي هم بيبتنوه. ولما توصل دي كمان في العلاقة الزوجية بين أقرب اثنين المفروض يكونوا، ده كلمة يلتصق. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، مش موجودة في أي علاقات أخرى. يعني إحنا نقدس العلاقة بين الرجل بين الوالدين وبين الأبناء وبين الإخوة والأخوات، نقدسها جدا. إنما لا يمكن نقول كلمة يلتصق واحد بابنه أو واحدة بأمها. التصاق فقط بين الرجل والمرأة في سر الزيجة المقدس، حتى بره سر الزيجة ده تبقى بشاعة. مرة الدكتور عاطف معوض، ربنا يعوضه، كنا في مؤتمر الشباب، وقال: العلاقة بين الرجل والمرأة خارج سر الزيجة تختلف اختلاف كلي عن العلاقة داخل سر الزيجة. فقال: خارج سر الزيجة عاملة زي الفاير بره الفاير بليس، وداخل سر الزيجة تعتبر الفاير أو الخشب المولع جوه الفاير بليس. فرق كبير. طب حط هنا شوية خشب جوه الكنيسة ومدشنة ومولعين تولع الكنيسة كلها، حطهم في الفاير بليس، الواحد يلاقي منظر حلو ويتدفى وما يتأذيش، بل يبقى إيه، سعيد. بالظبط هي كده، بالظبط هي كده. العلاقة اللي بين الرجل والمرأة خارج سر الزيجة فيها لعنة وفيها خطية وفيها حريق، جوه سر الزيجة تختلف خالص. التصاق من أجل هذا يلتصق. لذلك أنا بحب الكلمة الإنجليزية القديمة لما يقول لك take a leaf to his wife، اليومين دول يقول لك join or unite. كليف، عارفين كليف يعني إيه؟ يعني glued، جلوت، مش مجرد اتصال او ارتباط. يلتصق يعني كليف، يبقى جلوت جزر، كريزي جلو، بحيث ما يتفكوش تاني من بعض. اقول كما يجب ان تكون العلاقه بين المسيح والكنيسه زي العلاقه بين الرجل والمراه، او تعبير ادق العلاقه بين الرجل والمراه زي العلاقه بين المسيح والكنيسه. يقول ايه؟ كما يحب الله النفس التي تصارحه بكل ما في قلبها من حب له أو فتور حتى،
في قلبها هكذا ليت روح الصراحة تشود البيت المسيحي، فإن أخطأ أحدهما اعترف بخطأه، حينئذ يسمح الطرف الآخر ويسامحه ويقول كقول المسيح العريس للنفس البشرية المعترفة بخطيتها: حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني، في نشيد 5-6. يعني إيه الزوج اللي عايزه من زوجته لو حست بخطأها وقالت له أنا أسفة؟ إيه تاني؟ عايز إيه تاني؟ يقعد بقى مسك لها الزلة دي أو يتعبها، أو العكس صحيح، الرجل غلط أنا آسف خلصنا، لا تغرب الشمس على غيظكم. نعم، ما فيش حد إيه؟ بيقول إيه؟ يبقى لسه ما عرفناش العلاقة بين المسيح والكنيسة. اللي غلطان يقول أنا آسف، لازم نبتدي نتعود على هذه الثقافة. إحنا عندنا موروث بشع من العالم ومن أديان أخرى. فيها إيه لما الموضوع يقول حد يقول أنا آسف؟ مفيش حاجة، تكبر هذا الإنسان. هو أفتكر ده يعني يهز رجولته. أو العكس، إن هي لو قالت له مرة أنا آسف يقول لك ده مش هيسيبها لي. ما هو لو هو بيعملها بالطريقة دي اللي هو تملي ما صدق مسك عليها غلطة، هو فاكر لها طول العمر. إيه الموضوع ده؟ وغيره لازم نبص لها من الطرفين. إنما ربنا يسوع المسيح وهو الطاهر القدوس الذي بلا خطية وهو الخالق، لما أخذ عروسه وهي كانت من المزدرة وغير الموجود فطهرها ونقاها. بس طبعا تيجي بعد كده ساعات بيبقى في بعض ضعفات بشرية غلطت، قالت له أخطيت يا رب. الابن الضال قال أقوم الآن وأرجع لأبي وأقول أخطأت في السماء قدامه. طب ما تقول كده، مش كلنا لما بنروح نعترف بيحصل كده؟ إيه بيحصل إيه يعني؟ على طول ربنا يطبطب: لا 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 أرجوكي ما تعيطيش، حولي عينك عني لأنهما قد غلبتاني. ربنا يسوع المسيح ما بيستحملش دمعة تفر من عينينا وقت ما احنا بنرجع ونتوب. مش احنا عرفنا خلاص ان العلاقة بين المسيح والكنيسة المفروض يبقى العلاقة بين الرجل والمرأة زي المسيح والكنيسة؟ احنا مسيحيين ولا مش مسيحيين؟ احنا في كنيسة ولا مش في كنيسة؟ احنا فاهمين يعني ايه كلمة كنيسة؟ حيطة ومبنى، ولا معناها المسيح الرأس واحنا الأعضاء؟ لو فاهمين دي يبقى لازم نعمل كده. في النقطة الستة اتكلم عن الملكية المتبادلة بين الزوجين. نقول قد وهبنا الرب ذاته ونحن نقدم القلب بكامله له. يرجع تاني موضوع المسيح هو الرأس والعريس والكنيسة هي عروسته. فالمسيح صار رأسا لنا حينما وهبنا ذاته وسفك دمه على الصليب واشترانا بدمه الزكي الكريم. والمفروض الإنسان المسيحي في علاقته الأصيلة مع المسيح يقدم قلبه كله للمسيح: يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عينك ترك. ورح ناقل بقى على موضوع الزواج. لهذا ليعتبر الزوج أنه ملك زوجته والزوجة أنها ملك زوجها، فلا يجب على كل منهما أن يمتنع عن الآخر ولا يحب كل منهما الآخر لأجل عطاياه أو نفعه، بل لأجل المحبة ذاتها. وجاب برضو من نشيد إصحاح 2 عدد 16: حبيبي لي وأنا له. فالمفروض يعني أن بعد ما حد اتجوز مراته دي بقت بتاعته كلها، روحها ونفسها وجسدها وفلوسها وكل شيء. ونفس الحكاية بالعكس صحيح. ومش من أجل الحاجات دي الرابطة موجودة، ده من أجل الحب، فيبقى هي كلها ليه وهو كله ليها. وما ينفعش حد يستعمل العلاقات الجسدية أو الجنسية كسلاح ضد الآخر. وما ينفعش حد يقول دي فلوسي ودي فلوسها، ما ينفعش. وساعات بنضطر نوافق على طرق أخرى ولكن بيفصل فسادها، بيثبت فسادها أو عدم
إنما لو عشنا بهذه الروح وأهلها هم أهلي وأهلي هم أهلها، هي ادت لباباها ادت لمامتها، ده أنت قبل ما تستنى هي تفكر تدي أنت اللي تقول شوفي بابا عايز حاجة ماما عايز حاجة أخواتك، وهي برضو تعمل كده. ابتدوا بقى يعملوا حاجات غريبة جدا، كل ما لي فهو لك وكل ما لك فهو لي، حبيبي لي وأنا له، هو ده المفروض يكون نوع الارتباط. صعبة نموذجية ولكن مش مستحيلة، ونقدر اللي احنا نعملها، واللي عملوها نجحوا جدا وعاشوا فرحانين ومبسوطين، وكنيستهم أو بيتهم زي كنيسة صغيرة في البيت. آخر نقطة، الخضوع للزوج واحترامه. لكن كما، ودي الآية بتاعت أفسس 5:24، كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. ما أجمل الخضوع في محبة مش إذلال، ومش زي ما بعض الأديان الأخرى بيعاملوا الزوجة درجة تانية وتالتة وعشرة، لا إحنا مش كده. ده الكتاب يقول ليس رجل ولا امرأة، ليس عبد ولا حر، ليس يوناني ويهودي، الجميع واحد في المسيح. إنما كما كان هكذا، زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح علشان المسيح بذل ذاته من أجلها، فلما بنطلب من الزوجة موضوع الخضوع مش للإذلال، ولكن الطرفين يقوموا بكل واحد بعمله. ما أجمل الخضوع في محبة، أنها تشعر بحب يغمرها من كل جانب أكثر من حبها لنفسها. ما هو لو ممتحها بالحب والبذل ده هتحبه أكثر من نفسها. حسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. كذلك ليس لها أن تعترض على التصرفات، ولكن في حب تشعر أن زوجها الذي يحبها تقدم له كل شيء، لأنه قدم كل شيء حتى بذل الذات. أنها تهب جسدها للرأس في روح الحب والطاعة، الرأس التي بذلت ذاتها من أجل باقي الجسد. لو بالفهم دوت نعيش حياة زوجية سعيدة ونتمتع بالفرح بتاع عرس قانا الجليل اللي المسيح باركه وقدسه، وفعلا لو كل أسرة نجحت بهذه الكيفية يبقى الكنيسة كلها هتبقى فعلا جسد المسيح الحي، فرحانين بالرأس، وعلاقة سامية جدا. لما نعرف أن العلاقة بين الرجل والمرأة لابد أن تكون كالعلاقة بين المسيح وكنيسته التي أحبها وبذل ذاته من أجلها. كل سنة وانتم طيبين، لربنا المجد الدائم.